اهلا وسهلا بيكم متابعين قناة سلم تيوب. النهاردة هنزور دبي فريم برواز دبي، 150 متر من الزجاج. هنطلع فوق ونمشي على الممر الشفاف ونشوف الارض تحت رجلينا ونتفرج على دبي القديمة من ناحية ودبي الجديدة من ناحية تانية. المكان حديقة زعبيل في دبي، سعر التذكرة 50 درهم، والمكان موجود من سنة 2018. يلا بينا، وكل اللي اتفرج يعمل لايك وكومنت وشير للفيديو، سبسكرايب للقناة.